أنا قلبي كان شخشيخة أصبح جرس، جلجلتبه صحيوا الخدم والحرس. في ماء الفراش أنا ألف أحبك، فابتعدي عني عن ناري ودخاني، فأنا لا أملك في الدنيا. من منا يجرؤ أن يجتاز هذا الفرد؟ من يوقف في رأس الطواحين؟ ومن ينزع من قلب السكاكين؟ ومن يقتل أطفال المساكين؟ على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ونلهم ثورتنا مبتغانا، فتلهم ثورتنا العالمين. أنا المهرج، قمت ليه؟ خفت ليه؟ لا في إيدي سيف ولا تحت مني فرس. عجبي شعري يرصد الواقع، الواقع سواء في بلدي أو في المنفى. يا وطني سعد صباحك، لم الشمل لملم جراحك، ودي أشوفك يوم تضحك، يمت الحزن يطلق سراحك. يا وطني أستطيع أن أقول أن البصرة هي مدينة النقائض، مدينة فيها من الغرابة والألفة الشيء الكثير الحقيقة، غريبة في جغرافيتها وغريبة في تاريخها، فهي صحراء وهي نهر عظيم في آن واحد، هي خضرة وهي رمال في آن واحد. وأيضا إذا رجعنا إلى تاريخها فهو تاريخ في غاية الغرابة. شهدت البصرة عصورا مزدهرة، مثلما هي شهدت في نفس الوقت الخراب، حتى في يعني في التاريخ كثير من الأحداث التي تروى عنها في غاية الغرابة. في فترة من الفترات أصبحت قفرا تماما، أطلالا، وسكنتها الوحوش، ولم تخرج منها الوحوش إلا بهجوم البدو على هذه الوحوش وإخراجها من البصرة. فهذا التاريخ الغريب الحقيقة انعكس ربما على أهلها، وبلا شك لابد أن ينعكس بطيبتهم أحيانا وبآلامهم وبانفعالاتهم، وكل هذا التاريخ والجغرافيا لهما الأثر الكبير في نفوس أهل البصرة وفي المدينة نفسها. بالإضافة إلى ذلك أستطيع أن أقول إن البصرة لم تشهد فقط هذه التغيرات الكثيرة والمتناقضة، وإنما هي تكاد أن تكون بين فترة وأخرى تختفي آثارها تماما. أي أنني مثلا بعد رجوعي من المنفى لم أستطع أن أستدل على آثارها وعلى معالمها، وإنما استعنت بذاكرتي للاستدلال إلى هذه المعالم، وبدون هذه الذاكرة لا أستطيع على الإطلاق رغم زياراتي العديدة إليها. أمضيت عمري أسمي من تعالى سما، أبغي محالا وأرنو هازئا بالسما. ما همني أبدا طير بدا أو سما، حتى إذا امتد بي عمري وشاء القضاء أن يجمع الناس من صلى بهم أو قضى في غربة ليلها من وحشة من قضى. ألفتني قابعا ترنو إلي السما. لا أتذكر نفسي إلا شاعرا، فمنذ صغري وأنا مشغوف بالشعر ومشغوف بالقصائد التي كنت
أتوصل إليها أو أطلع عليها في مناهج المدرسية طبعاً، لأني كنت طفلاً يعني لم تكن عندي صلة مباشرة بالكتب أو مع المكتبات أو الأسواق. وكانت تسحرني بعض القصائد الجميلة في المناهج، وكنت أرددها. وأتذكر أن مدرس اللغة العربية كان يطلب مني في فترة الابتدائية، كان يطلب مني بين فترة وأخرى أن أخرج إلى الساحة أو في داخل الصف لكي ألقي قصيدة، وكنت أخرج يعني وأترنم بها، ولكن لا أتذكر أنني كنت أقرأها باندفاع شديد أو إنما بترنم الحقيقة. وكان هذا يعني يعجب الأستاذ لأنه يجد. وأتذكر من القصائد الجميلة التي يعني لحد الآن أجدها حتى هذا الوقت، إنها من القصائد تراثنا العربي، قصيدة صفي الدين الحلي بيض صنائعنا. وأيضا أتذكر أنه كنت أترنم خاصة عندما أصل إلى بعض الأبيات التي تتردد فيها الحروف دون نيل منى أو كذا. بعد ذلك بعد سنوات اكتشفت أن الشاعر أو أن هذا النغم يرجع إلى ما يسمى في اللغة العربية البلاغة العربية الجناس اللفظي، ولكن عندما كنت طفل كنت أحسها ولا أستطيع أن أفسرها يعني. وكنت أترنم بهذه، وبعد ذلك يعني استمر هذا الشغف. وفي العشرينات أصدرت ديوان الحقائب، وأعقب هذا الديوان دواوين عديدة. وكل هذه الدواوين العديدة حرصت أنه في شعري، وليس هذا الحرص بتفكير أو غيره بقدر ما هو وليد أحاسيس ووليد تجربة حياتية، أن شعري يتناول دائما ما هو لصيق بالحياة، ما هو لصيق بالإنسان، ما هو لصيق بالأحداث، دون أن يغادر الشعر على الإطلاق، لأنني لم أتصنع وإنما أحاول أن أكتب عما هو ينعكس في داخلي بقوة وبتأثير كبير. عمال السكك الحديد أبي كان يعمل أيضا، ألمحهم في الشمس صفا كقطار الشحن المكشوف العربات، أهرع بالصرة حاف القدمين مكشوف الرأس، ترفعني كف أبي وسط الضحكات، فأشد الصرة بالكفين وأقاسمهم كسر الخبز اليابس والتمر، أهن لو أتعلق في قاطرة الشحن وألبس بدلتهم في الحر. مرحلة شاقة طبعا، خاصة عندما تكون عائلة تسحب عائلة معك، يعني عندما تسحب زوجة وطفلين يعني صعب جدا. وعندما أيضا البحث عن لقمة العيش يعني عن العمل، وفي غاية الصعوبة الحقيقة. عندما نفيت يعني وتغربت 30 يعني أكثر من 30 عاما، يعني ما يقرب من 40 سنة وأنا في الخارج، هذا أضعت الأثر هذا يعني. أولادي عندما يفتقدون لغتهم أليس ضياع للأثار؟ الخسائر يعني أفراح المنفى كثيرة، ولكن خساراتها أكثر. أستطيع أن أتحدث عن الخسارات ربما أكثر من الأفراح، لأنها ملموسة الحقيقة. يا حبيبي يا عراق يا عراق، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا عراق.
قبل أن يرتدي الليل شملته سبقتنا الجمال وعبرنا القرى، صار نجم القرى نائيا فعزمنا الرحيل وانحدرنا مع النجم. قلت إذن هكذا صرة ومتاع قليل. الآن الفترة المهيمنة نستطيع أن نقول هي قصيدة النثر، ولكن هذا لا يعني أن الأشكال الأخرى انتهت، لا شيء ينتهي على الإطلاق. يعني أنا لست مثل شعراء، يعني شعراء الحنين أو ما يسمى بشعراء الحنين، أبقى أحن إلى مكان الأول. طبعا هذا شيء إنساني، هذا وهذا موجود عند كل إنسان، ولكن هذا لم يمنعني أبدا بالتكيف مع هذا الواقع الجديد وبرصد هذا الواقع الجديد، وأتكلم عن واقعي أنا من خلال هذا الواقع، يعني من خلال هذا الجدل وهذا العملية المتبادلة. يعني أنا لا أرى نفسي بمرآة الصغيرة، أحاول دائما أجد مرآة مكبرة هي المجتمع لكي أرى نفسي وأرى الآخرين فيها، ولست أنا يعني فقط، وإلا لكان شعري ضيقا ويبقى بشكل واحد وبمضمون واحد وبتوجه واحد، وهذا ما لا أرضاه لنفسي. يعني أعلنت حربا على نفسي، أعلنت حربا على نفسي بليل يجن، أبكي قتيلي وأرثي قاتلي إذ يجن، من دون كل الورى أشكو عدوا يجن. يا ناشد العقل، عقلي من جنوني أشد، عانت هذا وهذا في عنادي أشد، حتى إذا اعتادني وهمي بوهم أشد، شرقت غربا وغربي ساحرات وجن. البعض يقولون عنه سمو وغيره، أنا بالنسبة لي هو تحقيق، وهو ليس سمو بقدر ما هو وجود، يعني وجود لي وللآخر أيضا، في يعني هو يجعلني أكثر اقترابا من الناس، أكثر من اقتراب من الإنسان، أكثر حبا. يعني وجود المرأة أو وجود الحب أو وجود الآخر في الحب هو الحقيقة، ليس فقط آخر، وإنما هو صلتك مع الإنسانية. والحب هو شعر أيضا، الحب حتى في الفقدان أو حتى بالافتراق بين الإنسان والآخر، يعني بين الشاعر والآخر، بين الحبيب والحبيبة، حتى الفقدان أو الافتراق هو تأكيد للحب، لأنه ليس هنالك فقدان غير فاجئ. هو الحقيقة أنا كتبت ديوان كامل عن زوجتي، ساعدني من الخروج من هذه الأزمة، أزمة كبيرة الحقيقة، يعني هو فقدان لي أنا، يعني طبعا كانت تجربة مريعة، وخاصة يعني هي خلفت لي طفلين وكان صغيرين يعني في الحقيقة، فكانت تجربة تستطيعين أن تقولين تجربة في غاية المرارة. يعني سلام عليك متوجة بالندى والزهور، سلام عليك
سلام عليك إذا ما أطلت نجوم وغابت نجوم وهوم طير. سلام عليك. سلام عليك إذا ما انحنى شجر في الغروب وهبت جنوب وناحت مطوقة وانجلى مطر واعتلى الليل ديك الصباح ليوقظ كفيك تفتتحان النهار. سلام عليك. سلام عليك. سلام. من أضاعني قضى وحيدا قضى وحيدا. من أضاعني قضى وحيدا قضى وحيدا. من بين الأسماء الكثيرة التي أحببتها في طفولتي أو في بداياتي الشعرية وما زلت أحمل لها نفس الحب، أسماء كثيرة في الحقيقة، من بينها ولا أبرز الأسماء هو الشاعر بابلو نيرودا، ناظم حكمات، لوركا، ومنذ البدايات ومنذ القراءات الأولى لهم هذه المحبة أخذت تنمو شيئا فشيئا وازدادت عندما اطلعت بعد أكثر على شعره في لغات أخرى. وناظم حكمت لا يزال الحقيقة حتى الآن له يعني محبة خاصة، وهو يبدو لبعض المثقفين العرب أنه شاعر بسيط أو كذا، ولكنه في الحقيقة شاعر كبير، ويعتبر الآن في أمريكا من بين شاعرين أو ثلاثة جماهيريين، يكادون أن يكون جماهيريين في أوساط الناس وأوساط القراء. أما نيرودا فكان اطلاعي الحقيقة عبر قصائد متفرقة، وكان اطلاعي عليه بشكل كامل عندما طلعت عليه باللغة الفرنسية، وخاصة على ديوانه الرائع الذي قرأته باللغة مترجما إلى اللغة الفرنسية كاملا، وهو الإقامة على الأرض. الإقامة على الأرض كان من بين الدواوين المؤثرة والذي اكتشفت من خلاله نيرودا بشكل أفضل في الحقيقة، وترجمت بعض قصائده في الإقامة على الأرض ونشرتها في الجرائد العراقية، ولورك طبعا حبيب الكثيرين، وخاصة يعني لما مر به من ظروف ومقتله، كان مقتله له تأثير يعني كبير علينا، ويعني تأثير فاجع الحقيقة يعني في. وأيضا من بينها الأسماء الكبيرة رامبو الحقيقة، ولم أجد فارقا كبيرا أو مسافة بين هذه الأسماء ورامبو، فموضوعات رامبو أيضا موضوعات تكاد تكون مألوفة في قراء في مكتبة، بنت يلعب لعبة مع بنت من الجيران، وموضوعات مدهشة ويومية، وأيضا تناول أحداث سياسية. الحقيقة لم يكن أيضا رامبو هو شاعر الغرابة وشاعر، وإنما هو شاعر أيضا المألوف وشاعر، ولكن رامبو كانت له القدرة العظيمة في اكتشاف ما هو غريب في هذا المألوف ليخرج لنا بقصائد تكاد أن تكون رؤى وتكون عوالم أخرى، رغم ارتباطها الشديد بالواقع. أصدقاء لم يتركوا للوقت لأخطى
خططت للعناق الطويل والقبلة الأكثر طولا والموت النبي أصدقائي. يا لنفسي وقد جللتني بعار سواي، يا لنفسي وقد حاكمتني بجرم سواي، يا لنفسي أجرت علي وجارت علي، وكم أشهدتني وكم كذبتني وكم قلت فلنفترق ثم أغضيت ثم انثنيت فآويت منها إليها وآوت إلي. يا لنفسي وكم خادعتني وخادعتها حين مر المدانون والدائنون، فما قايضتني ولا أنا قايضتها. يا لنفسي التي صارحتني بحب سواي، يا لنفسي التي قبل كل شيء وقبل أي كتاب من الكتب التي قرأتها في حياتي، قبل أي كتاب كان لألف ليلة وليلة تأثير كبير على حياتي، ليس من خلال الكتاب ومن خلال القراءة، وإنما من خلال خال لي، خال عزيز، هو شخصية غريبة الحقيقة، وهو كان مختارا للفاو، وحين يمرض كان يأتي إلينا في البصرة في المدينة لكي يراجع المستشفى أو الأطباء، فكنا في غاية السرور أنا وأخوتي عندما يصل الخال ونحتفي به احتفاء كبيرا، وهو يبقى طوال الوقت مستلقٍ على سريره يروي لنا حكايات ألف ليلة وليلة، وكان في الحقيقة أستطيع أن أقول أنه روى لنا كل تقريبا ليالي ألف ليلة وليلة، وكان أيضا بارعا في الرواية وفي هدوئه، ونحن نرتجف لحكاياته وهو في غاية الهدوء. طبعا نحن نعيش بين الجن وبين هذا والسماوات والأرض، فهو في غاية الهدوء، وحينما كان يطلب حاجة أو يريد أن يذهب إلى مكان آخر إلى الحمام مثلا كنا ننزعج تماما، وكنا نتسابق لكذبته وهو يمشي بيننا كأنه ملاك، نحن أيضا نحتفي به مثلما يعني. فكان الخال الحقيقة كان هو من أول الذي سحرنا بهذه العوالمين، وأنا كتبت له قصيدة، كتبت عنه قصيدة، وهذه القصيدة جعلته هو أحد أبطال ألف ليلة وليلة، لأنه وهو عادة ينهي الحكاية بشكل طريف، توني خليتهم وجيت، يعني الآن تركتهم وأتيت، يعني كأنه هو كان في عالم ألف ليلة والآن هو أتى إلينا في هذه اللحظة. حتى الآن أصدرت ما يقرب من 50 كتابا، من بين هذه الكتب طبعا ترجمات وكتابات نثرية ومجموعة قصصية ومسرحية عرضت هنا في أهم مسرح بريطاني الحقيقة اللي هو أوردفيك، وأيضا من بين هذه الكتب 15 ديوانا شعريا يعني في أصدرت يعني. وكان أول كتب الشعرية هو الحقائب، ومن حسن الحظ أنه استقبل يعني استقبالا جيدا من القراء العرب والعراقيين خاصة،
ثم كتبت النقر على أبواب الطفولة، وكان أيضا أقدر أقول أنه كان شعبيا لأنه يتكلم عن طفولة. وفي خلال هذه المسيرة دائما كان هم الأساسي هو خاصة في كتابتي للشعر أن أعبر عما هو خاص بي، لا بمعنى الخصوصية الذاتية الأنانية المطلقة، إنما خصوصيتي باعتباري واحدا من هؤلاء الناس، من هؤلاء المنفيين، من هؤلاء الذين عانوا الغربة وعانوا المرارات. يا نشوة الروح في راح لها منصبا، هبت جنوبا وهبت من بعيد صبا، ما كان لي أن أغني من تغنى صبا، قضيت نفسي وأوردت الذي لم يرد، قلب الذي علني من وردهم لم يرد، أبدلت منفا بمنفا عارض لم يرد، أضحيت من وحشة أرعى نجوم السما.